مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. مع انتشار موضوع الكورونا فيروس والأوباء أو بيئة والأمراض اللي بنسمع عنها كل يوم، لازم نعلم أولادنا أهم أساليب الوقاية من هاي الأمراض، اللي هي غسل اليدين. غسل اليدين إشي ضروري جدا جدا جدا، وأنا حكيتها إنه إذا بدك تعلم ابنك كيف يغسل إيديه، علمه بشغلة بسيطة، إنه يغسل إيديه لعشرين ثانية. أو بابا 20 ثانية، إيش 20؟ دعود عد أنا 1 2 3. لا، أنا بحكي لكم قصة وطريقة سهلة جدا. خلي ابنك يغني Happy Birthday to you 5 مرات، لأنه هاي Happy Birthday to you 5 ثواني. خليه يغنيها 5 مرات وتقريبا بوصل للعشرين ثانية، لو زود شوي نقص شوي مش مشكلة. أنا عملت شغلة كمان اليوم هيك بس عشان أساعد ابني يتذكر في موضوع غسل الإيدين، فكرة حلوة. شوفوا شو اللي سويناه. حطينا علقنا هاي Don't spread the germs, wash your hands. حطيتها هون مثلا أول ما تدخل البيت. أنا حاطط زي تبع المعقم اليدين، أوكي. بعدين إذا رحنا على الحمام زي ما أنتم شايفين، أنا داخل هون عندي wash your hand please، وهون نفس الإشي don't spread the germ. طبعا funny هيك شكل. وهون حطيت how to wash your hands، حتى يعني لو جانا ضيوف علقتها هاي تقريبا في كل الحمامات اللي عندي، في كل الأماكن، في المطبخ، باب شوفوا هون مثلا هاي باب الكراج علقت واحدة عند الباب هون، بحيث انه اي واحد بدخل يشوفها. الموضوع سهل جدا، بس بدنا شوية احنا نركز على الموضوع ونخلي اولادنا يتعودوا على هاي العادة الكويسة، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، لانه يعني عم بنحاول احنا نساعد بعض في هذا في هذه المحنة، ولازم نقف مع بعض، وان شاء الله رب العالمين نضحض هذا الفيروس والفيروسات الاخرى، وتضلكوا انتوا واولادكم وعوائلكم بصحة وعافية وسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.